النقطة محمد طارق خيري دقيقة ونص على انتهاء الكورة الرابع. ياسين انا جرب حظي ما جاتش، يلم الزمالك على طول، سيف هاني بيجري بملعبه يسلم ليه عمر اشرف لسيف هاني، سيف لسه مع محمد طارق خيري مش مديله فرصة، نضال بنتريشن، نضال وصل، نضال نجح، نضال في تسجيل نقطتين 80-51. وادي تغيير، سيف هاني خرج من الزمالك ونزل ادهم طارق رقم 15، دقيقة 9 ثواني على انتهاء المباراة. واقول لكم كده مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الزمالك اللي قدم مباراة كويسة ولا زال يؤدي في اخر دقيقة. وادي نضال من الزمالك مع كريم، كريم محمد يسلم ليه ادهم طارق، ادهم طارق محمد طارق خيري، لسه الاهلي بيدافع دفاع قوي، لسه كده تخطف الكرة لعمر اللي شاط، لكن هنا كابتن نشاء قال له تعالى مش محسوبه لان سيادتك كنت دايس على اللاين، اوت سايد على نادي الزمالك. 43 ثانيه على انتهاء الكوارتر الرابع والمباراه. مبروك للنادي الاهلي، هارد لاك نادي الزمالك في الجوله الاولى او مباراه الذهاب. وادي ياسين، محمد طارق خيري، نشوف الاحداث الثواني المتبقيه هتسفر عن ايه، هل هيزيد في السكور ولا الزمالك هينجح في التضييق. وادي خطا شخصي على ادهم طارق لصالح النادي الاهلي واوتسايد للنادي الاهلي. 29 ثانيه 80 الاهلي 51 الزمالك. وادي محمد طارق خيري لياسين، تخطف على طول ادهم طارق يعمل الستيل، يوصل ادهم لوحده، ادهم ما بينجحش في تسجيل ادهم، محمد طارق خيري، ياسين عمل معاه دفاع قوي جدا، يعني من الناحيه الثانيه عمرو انيسه كان ضل يقرا في السكه ويعمل الستيل، قرر ان هو يروح لوحده النبادي عايز يحط الدنك لكن ما بيجيش، وطارق محمد طارق خيري خلاص خلاص. مبروك للنادي الاهلي، انتهت المباراه بتقدم او بتفوق النادي الاهلي 80-51. مبروك للنادي الاهلي وتفوقه في المباراة الأولى، وهارد لك لنادي الزمالك، والنهارده ده اليوم الأول، وإن شاء الله نلقاكم في مباريات أخرى. ما تنسوش ميعادنا، هنتفرج على ماتش الأهلي والزمالك درجة أولى كبار الساعة 8:30، والمباراة الثانية إن شاء الله يوم السبت القادم. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة والمشاهدة، كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد مناع، على أن نلتقي بكم مرة أخرى، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.